شيخ، ما حكم المناولة في الصلاة؟ إيش؟ حكم المناولة في الصلاة؟ المناولة. المناولة. يعني يطلب الصغير من أبيه أن يناوله القلم ويشغله في الصلاة. العاطس إذا رأيت الشخص يعطس في الصلاة من شدة البرد ويريد منديل مثلا، حسيت بأنه يريد منديل مساعد. نعم. فهل لي أن المناولة من حركة في الصلاة، والحركة في الصلاة الحاجة لا بأس بها. فإذا صاح الصبي مثلا وهو إلى جنبك وأعطيته ما يتلهى به فلا بأس. وكذلك إذا احتاج من إلى جانبك إلى منديل أو أنت أيضا احتجت فلا بأس، لأن كل شيء لحاجة لا بأس به.